احنا تأخرنا على الخروج لحضراتكم 10 دقائق الليلة، والسبب في ذلك غريبة جدا. لما كنت أسكن بعيدا لم أكن أتأخر عن البرنامج، لما أصبحت قريبا من مبنى الإذاعة جدا فإذا بي أتأخر، والسبب في ذلك سوء التخطيط، السبب في ذلك التفويض غير الجيد، السبب في ذلك أنك بتخطط لحياتك بطريقة وتدخل في حياتك أشخاصا قد لا يحسنون تنفيذ بعض المهام الموكلة إليهم. جزاهم الله خير طبعا سائق التاكسي وسائق الليموزين، لكن يبدو أن شراء العربية ضروري.